في عناوين نشرة الليلة: لا تنسوا حسين من صالح دعائكم. يعطوا ما تطلع ليوصل لعندي، ليوصل لعندي. توقيف الأب في قضية أطفال البرج. وقت اللي عم بيكون في حدا عم يرتكب جرم معين، خصوصا الجرم اللي بحق الطفولة بحق الأحداث، عم بيكون في عقاب، وعم بيكون في عقاب سريع. حدث في مثل هذا اليوم: هزمنا إسرائيل. الله يحمينا المشاهدين اللي خلصونا مصر، لأن قد ما تعمل إسرائيل وقد ما تجزر نحن باقيين وصامدين. أبو كسم يلقي القبض على تمثال. سنة بالفترين هلأ فقته، وين عنايكم؟ زيارة الحرير الأمريكية اجتماعية سياسية. الزيارة هي محددة مسبقاً ولا ترتبط بأي دعوة رسمية. وفي ترانز: المملكة الأردنية تعتذر. سيطر جيش الاحتلال السوري على بلدة الهبيض الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي. هذه العناوين وسواها نفصلها في النشرة بعد قليل.